سينضم إلينا مباشرة من أبو ظبي نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في سكويرد فاينانشال. شكرا لك نور لانضمامك إلينا. لنبدأ من بيانات الـ PMI. إذا أخذنا بيانات S&P ربما هي أدنى قراءة منذ يناير الماضي على حد ما تبعت. إلى أي حد يمكن أن تكون هذه القراءة مؤثرة في توجهات الفيدرالي؟ بالفعل ما شاهدناه هذه الأرقام سواء كان من S&P Global أو حتى من ISM، هذه الأرقام لا زالت تشير بشكل واضح إلى موضوع تباطؤ الطلب. ننسى موضوع الأسعار أو موضوع اللي هو مؤشر أو مكون الأسعار في هذه المؤشرات المركبة، بينما الطلب استمرنا أو مستمر بالانكماش، وهذا الشيء الذي أدى من جديد إلى حالة من التراجع على جميع المؤشرات الأمريكية، لأنه تعيد الحديث من جديد على أنه أو تعطي إشارات ولو بسيطة بأنه بالفعل قد يكون الفدرالي تأخر، وأنه موضوع تباطؤ النمو على هذه الأرقام يشير إلى تباطؤ أسرع من التوقعات، وأنه قد يجبر الفدرالي على تخفيض أسعار الفوائد ليس فقط ب 25 بينما قد يكون ب50 نقطة، لكن أرقام اليوم لن تكون يعني أقل أهمية من أرقام التي سنشهدها خلال هذا الأسبوع، ما فيها بتأكيد قطاع الخدمات من جهة، لدينا قطاع التوظيف، سيكون لدينا العديد من الأرقام التي ستعطينا المزيد من الدلائل، لذلك لدينا العديد من الدلائل من الآن حتى يوم 19 من سبتمبر. لا زالت الحديث عن 25 نقطة أساس هي الأكثر ترجيحا، لكن من الآن حتى نهاية الأسبوع فيما لو خيبت الأرقام معظمها أعتبر بأن 50 نقطة أساس تعتبر شيء وارد جدا، لكنه سيرسل رسالة إلى الأسواق مفادها بأن الفيدرالي بالفعل قد تأخر، وهذا الشيء الذي تفسر الأسواق حاليا حتى قبل أن يتم ذلك من خلال التراجعات التي نشهدها. نعم، العديد من البيانات المتعلقة بسوق العمل من الآن وحتى يوم الجمعة، طبعا أهمها الوظائف غير الزراعية المتوقعة تكون يعني أكثر بقليل من 160,000، طبعا أقل من المتوسط الذي كان في الفترات الماضية، ولكن أفضل على الأقل من آخر بياناته التي هزت الأسواق اللي كانت عند 114,000. ما هي المفاجأة التي يمكن أن تغير توجه الفيدرالي، أن تحولنا من الربع نقطة إلى النصف نقطة؟ أعتبر فيما لو أتت معدلات البطالة. نترك شوي موضوع اللي هو الوظائف الجديدة، لأنه أصبح بعد التعديلات التي شهدناها على مدار السنوات الماضية، يعني العام الماضي قاموا بتخفيض أو تعديل الأرقام بواقع 1,000,000 وظيفة، هذا العام بحوالي 800,000، بمعنى أنه متوسط هذا العام منذ بداية العام لم يرتفع بأكثر من 70,000 وظيفة في كل شهر. الآن التوقعات 160، فيما لو حتى أجت الأرقام بواقع 250,000 على سبيل المثال، لكن معدلات البطالة استمرت بالارتفاع أو استقرت، هذا الشيء الذي قد يدفع الفدرالي ل50 نقطة. لكن لا ننسى أنه التعديل الذي تم ب100,000 وظيفة التي كانت خطأ وتم تعديلها نحو الأسفل، هذا الشيء الذي قد يدفع معدلات البطالة للارتفاع إلى 4.4%، وهذه أحد الأمور التي قد تجبر الفيدرالي على تخفيض أسعار الفوائد ب50 نقطة أساس، ليست الوظائف الجديدة، لأنه أصبحت الوظائف الجديدة بالفعل ليست رقما محقا أو غير دقيق لكي نتحدث بأنه هناك لدينا بالفعل وظائف كافية، بينما معدل البطالة سيكون هو الأكثر أهمية. نور، ما تعليقك على الانخفاض الذي نراه اليوم في عوائد سندات الخزينة الأمريكية؟ هل تسعر شيئا ما؟ السندات منذ العام الماضي وهي تسعر نفس الموضوع، لم يتغير شيء، بأنه لدينا ركود قادم ما بين 12 إلى 18 شهرا، نهاية 18 شهرا تكون في ديسمبر من العام الحالي. النتائج التي شاهدناها على الأقل أو الحركة التي نشهدها في سوق السندات اليوم لا زالت تشير إلى نفس الموضوع أو نفس القصة. كذلك الأمر التراجع الذي شاهدناه اليوم، ارتفاع الفيكس من جديد اليوم، ارتفاع الفيكس بأكثر من حوالي 15%، لذلك هناك اتجاه نحو الملاذات الآمنة من ناحية السندات الأمريكية على الأقل. كذلك الأمر نشهد حتى عودة لي مرة أخرى نحو الين الياباني، وقد يكون لدينا تأثر الأقل من ناحية السلع أو المعادن تحديدا، لكن المحير يعني الذهب أو الفضة. الذهب تحت الـ $2,500، الفضة نراه تحت الـ 28، يعني ما المنطق في ذلك؟ هنا يوجد منطق، أحد المنطق أو الأمور التي يجب الانتباه إليها، بأنه الارتفاع الذي شهدناه في الدولار على مدار 5 جلسات يجب أن نشهده في المعادن، يجب أن نشهده أيضا في السلع. النفط اليوم إذا ما رأيت النفط لديه كان شيئين، إما من ناحية بالتأكيد أحد الأمور موضوع ليبيا، تحدثوا عن أنه هناك توصل لاتفاق مع البنك المركزي وسيعود الضخ مرة أخرى، وأيضا موضوع الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية، موضوع الطلب، بالإضافة إلى ذلك لن ننسى أيضا موضوع أن أوبك
طالما تحدثت عن أنها ستعود أو ستعود لرفع الإنتاج في أكتوبر والآن عادت ليبيا، قد يؤدي إلى نوع من ارتفاع فيها المعروض، لذلك نشهد هذه التراجعات. ربما يعني بعض مكاسب الدولار الأخيرة ربما نعزوها إلى ضعف العملات الأخرى، ومنها ربما الدولار الكندي في ظل التوقعات بخفض الفائدة بربع نقطة في اجتماع الغد. ما توقعاتك لاجتماع المركز الكندي؟ تخفيض اسعار الفوائد بربع نقطه مئويه على الاقل مبدئيا، على الرغم من انه شهدنا قوه في الدولار الكندي خلال الفتره القصيره الماضيه او خلال الاسبوعين الماضيين، بعد ان وصلت عمليات البيع للدولار الكندي الى مستوى قياسي. عندها كان الدولار مقابل الكندي كان على نوع من الارتفاع، ومن ثم شهدنا القوه الكبيره التي شهدناها في الكندي بحوالي 3.5% في خلال 15 يوما. قرار الذي نشهده اليوم ليس بمعنى أنه إما سيقوم بالتخفيض أو لا، الموضوع التخفيض أصبح مفروغ منه، لكن هو الحجم الذي سيتم التخفيض فيه. الآن لدينا 25 نقطة أساس في سبتمبر، هل سيقوم الفدرالي ب50 أو ب25؟ هنا يتم الحديث بالنهاية عن مدى حركة الدولار الكندي، كيف ستحدد هي من خلال الديفرنشل أو اللي هو الفارق ما بين سرعة وحجم تخفيض أسعار الفوائد من قبل الفدرالي بالمقارنة مع حجم وسرعة تخفيض أسعار الفوائد من قبل البنك المركزي الكندي. لذلك لازلت أفضل الدولار الكندي على أيضا الدولار الأمريكي، بمعنى أن نشهد المزيد من التراجعات في الدولار مقابل الكندي. اليوم 135، لكن لا أستبعد مستويات 133 وحتى مستويات 132 للدولار مقابل الين تعتبر واردة. وطبعا اجتماع المركز الكندي في اوقات دقيقه، يعني في ظل ترقب الانتخابات العامه، يعني موضوع التضخم موضوع حساس سياسيا. شكرا على هذه المعلومات القيمه، ضيفنا من ابو ظبي نور الحمودي، كبير استراتيجي الاسواق في سكويرت فاينانشال.